سفارات وتقوم بها الدول العربية الشقيقة لضمان أمن مواطنيها، وهيدا أمر نحن منشوفه موضوع طبيعي. يمكن نحن بالأسبوع الماضي بلشنا ناخده لما مثلا لما تشاورنا مع مدير العام الأمن العام ومع محافظ لبنان الجنوبي لأقفال السرايا، لأقفال بعض إدارات الدولة، لأنه كل الأمور التي يجب أن تتخذ لحماية أمن المواطنين نحن أخذناها. وكمان نحن منشوف أنه سفارات الدول العربية الشقيقة عم تاخد تدابير ضمن نفس الإطار، هو إطار حماية رعاياها، وهذا من واجبها. نحن منأكد لسفارات الدول العربية الشقيقة وللرعايا العرب أنه نحن منحافظ على أمنهم، حفاظنا على أمن اللبنانيين، ونحن ما عندنا شك أبداً إنه الدول العربية الشقيقة تحب لبنان وتعمل لمصلحته، وليس كما حل للبعض تصويره الدول العربية تحب لبنان، الدول العربية تشجع قيامة لبنان، الدول العربية تشجع السياحة بلبنان، وبالتالي كل الأصوات التي علت لتقول أن الدول العربية بتدابيرها ستؤثر بطريقة سيئة على السياحة، هذا أمر غير صحيح، لأنه نحن تواصلنا مع سفارات الدول العربية بتأكد حرصهم كما حرصنا على مصلحة لبنان. بالنسبة لموضوع عين الحلوة وما حصل، نحن منأكد ومنأيد ومنشكر ومنقدر الجهود الكبيرة يلي قامت فيها المؤسسة الجيش، واللي قامت فيها أيضا كل الأجهزة الأمنية بحماية اللبنانيين، بمنع انفلاش أو منع انفلاش أو انفلات المعارك إلى خارج حدود مخيم عين الحلوة. منأكد ومنقدر ما قامت به الأجهزة الأمنية والعسكرية وعلى رأس الجيش اللبناني بضبط الوضع قدر الإمكان على حدود المخيمات وخارج حدود المخيمات، واتخاذ كل التدابير لحماية اللبنانيين وغير اللبنانيين، اللبنانيين والمواطنين الأشقاء العرب الموجودين في لبنان، وعلى متابعة الأجهزة الأمنية والعسكرية وأجهزة المخابرات والأجهزة الاستعلامية لكل المواضيع يلي ممكن أن تكون ذات صلة أو التي ممكن أن يخشى ارتباطها بما يحصل في مخيم عين الحلوة والمنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية. يعني الأجهزة الأمنية والاستخبارية عم تتابع كل المناطق اللبنانية وكل المخيمات الموجودة على الأراضي اللبنانية، ولا معطيات لديها من أنه ممكن أن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة إلى مخيمات أخرى. هلأ الموضوع مخيم عين الحلوة الآن هدأ، المعالجات الأمنية والعسكرية لا تزال مستمرة، الاتصالات السياسية جارية بشكل حثيث لتسليم القاتلين أو المجرمين أو المتورطين يلي تسببوا باندلاع هذه الجولة من الاشتباكات، يلي نحن منأكد ومنرفض حصول أي اطلاق نار او اي اشتباك مسلح على كافة الاراضي اللبنانية. هيدا الموضوع نحن منقوله من منطلق ايماننا بلبنان، ومن منطلق ايماننا بالدولة اللبنانية، ومن منطلق ايماننا بالشرعية بلبنان. يجب وضع حد للتفلت الامني، وهذا ما جرى التوافق عليه والتأكيد عليه من قبل كافة الاجهزة الامنية والعسكرية والقضائية الموجودة في مجلس الأمن الداخلي المركزي. وضع حد للتفلت الأمني هو ضرورة لسمعة الدولة، هو ضرورة لبناء الدولة، هو ضرورة للشرعية اللبنانية المتمثلة بالجيش والقوى الأمنية اللبنانية الشرعية. من هون نحن نرفض أي دعم للتنظيمات المسلحة الموجودة في أي مكان من أرض لبنان، التنظيمات المسلحة والتنظيمات المتطرفة، دعمها يكون على حساب لبنان وعلى حساب قيم الدولة بلبنان، وهذا الموضوع مرفوض، وهذا الموضوع سنقف في وجهه، لأنه الدعم يجب أن يكون المحبة والدعم والتقدير والإيمان هو بالقوى الأمنية والشرعية وبالجيش اللبناني.
الأمن بالتراضي لا يؤدي إلى نتيجة. نحن أنا مثل ما قلت باجتماعات سابقة لمجلس الأمن الداخلي المركزي، الأمن لا يكون بالتراضي، الأمن يكون بالعدالة، الأمن يكون بالقضاء، الأمن يكون بالمحاسبة، الأمن يكون ببسط سلطة الدولة ومحاسبة كل مجرم سواء عن جريمة أمنية أو جريمة جنائية، وباحترام القضاء وبأن يأخذ القضاء دوره في محاسبة المجرمين، وبأنه تكون كل الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى جانب القضاء تؤدي دورها، وذلك لبناء الدولة، لتنفيذ القانون، لبسط سلطة الدولة والقانون، والتأكيد على سياسة الدولة بالسياسة. ولو أنه هيدا اجتماع أمني، يجب انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن، يجب إحداث نقلة نوعية بالحياة السياسية اللبنانية لمصلحة الدولة، لمصلحة لبنان، لمصلحة بناء الدولة وتطبيق القانون. يجب تنفيذ القانون ولا مساومة على تنفيذ القانون ولا مساومة على مصلحة الدولة. هيدا الموضوع بيخلينا ننتقل بلبنان من مرحلة إلى من مكان إلى آخر، من مرحلة إلى مرحلة، هذه النقل النوعي بالحياة السياسية، وتاليا بأداء كل الأجهزة الأمنية والعسكرية والإدارية والأجهزة الدبلوماسية للدولة هو موضوع ضروري، هو موضوع يحدث الفرق. نحن نؤكد على تعاون عميق مع الأشقاء العرب ومع المجتمع الدولي، مع الشرعية العربية ومع الشرعية الدولية، بحيث تتكامل مع الشرعية اللبنانية، لنصل إلى مصلحة الدولة اللبنانية، إلى بناء الدولة اللبنانية بشكل صحيح، وإلى مستقبل أفضل للبنانيين. لن نقبل بأن ننجر إلى مكان آخر. لبنان ليس صندوق بريد، ولا نقبل بأن يتحول لبنان إلى مكان لتنفيذ أجندات خارجة عن لبنان أو خارجة عن مصلحة اللبنانيين أو خارجة عن ما يجب أن يكون ضروري لبناء دولة صحيحة. لا نقبل ولا نسمح بأن يتحول لبنان إلى مكان لتبادل الرسائل الأمنية، ولن نقبل بأن يكون الأمن في لبنان مسرحا لتبادل الرسائل السياسية. نؤكد على توقيف مطلقي النار، نؤكد على متابعة مطلقي النار بطريق أمنيا أينما كانوا، وعلى إحالتهم على القضاء وعلى محاسبتهم. وأكدنا حضرة مدعم التمييز التشدد في ملاحقة مطلقي النار والمجرمين ومفتعلي الإشكالات والجرائم، ومن يعوثون فسادا، من يعيشون فسادا بأمن وأمان اللبنانيين، وتقديمهم للقضاء العادل ليلقوا الجزاء رادعا. نحن منأكد اتخاذ مجلس الأمن الداخلي المركزي كل التدابير الضرورية لضمان حفظ الأمن. منأكد أن الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية عم تقوم بواجباتها كاملة لحفظ الأمن، وهون بنتيجة الاجتماع منأكد ضمان حفظ الأمن، وذلك لتطمين اللبنانيين ولتطمين العرب الموجودين في لبنان. لبنان لن يكون إلا بلد القانون والشرعية، لبنان لن يكون إلا بلدا تبنى فيه الدولة، تبنى فيه الدولة بهمة المواطنين اللبنانيين ولمصلحة المواطنين اللبنانيين. لن نقبل بإطلاق النار، سنتشدد في محاسبة، في ملاحقة ومحاسبة، القضاء بيقوم بالمحاسبة لمطلقي النار، كما سنتشدد بملاحقة ومحاسبة كل مرتكبي الجرائم التي تضر بمصلحة الشعب اللبناني وبمصلحة الأشقاء العرب وبأمنهم وأمانهم. سنتابع ملاحقة ومحاسبة مجرمي المخدرات والكابتاغون، سنتابع الإجراءات الأمنية التي يقوم بها الجيش اللبناني مشكورا لضبط الحدود. سنؤكد على أن لبنان هو بلد يستقبل السواح، يستقبل الأشقاء العرب، يستقبل كل اللبنانيين وغير اللبنانيين الموجودين بالخارج، ويضمن سلامتهم. لن نقبل بما يؤذي سلامة العرب أو يؤذي سلامة اللبنانيين. ستكون اجتماعات مجلس الأمن الداخلي المركزي
مفتوحة ومتابعة، وسيكون هناك اجتماع كلما دعت الحاجة، وبهالوقت نحن حنكون على تنسيق دايم بين كل الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، ومع الجهات الإدارية المحافظين، وطبعا مع وزارة الخارجية إذا دعا الأمر بالنسبة للاتصالات مع السفارات. نحن بنشكر مدعام التمييز على حضوره شخصيا، سعادة أمين عام مجلس أعلى للدفاع، أهلا وسهلا، ونحن عم نتابع معك كل الأمور وكل التقارير اللي ممكن توردكم أو توردنا، ضمان أمن اللبنانيين والعرب الموجودين في لبنان هو مسؤوليتنا، نحن منأكد عليه، لن نقبل بتكرار ما يحصل في مخيم عين الحلوة، وستعمل الأجهزة الأمنية والعسكرية والجيش اللبناني على ضبط ومنع انفلاش الأمر أو تأثيري على مناطق أخرى. شكرا. الدولة اللبنانية ما بتحط ولا غطى سياسي على أي مجرم أو على أي مجموعات مسلحة أو على أي مجموعات متطرفة أو متشددة أو على أي مرتكب لأي جريمة على الأرض اللبنانية. بالنسبة لموضوع النزوح إلى خارج المخيم، عم يتابعوا الأجهزة الأمنية والعسكرية، وعم يتابعوا بشكل حسيس، مشكورا سعادة محافظ الجنوب. بالنسبة لموضوع الاتصالات السياسية لا تزال جارية، وهي متكاملة مع الاتصالات الأمنية لتسليم المتورطين إلى القضاء اللبناني لمحاسبتهم، لأنه المحاسبة والمسؤولية وتحمل المسؤولية هو اللي بيخلصنا من هالوضع المتفلت غير المقبول.